شلنا على الندلة ويا المحبوب يسوع المسيح، يروي نفوسنا المشتاق كلمة حياة ورداء تسبيح. فعرش النعمة في معونة ورحمة بيسوع نتقدم واحنا واطين، ده رئيس كانتنا وفادي حياتنا والباب مفتوح لينا في كل حين. مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، يوم جديد ربما تكون لسه بدءه أو ربما يكون فات عليك، أو زي ما احنا في القاهرة الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي. أصلي أن يكون يوم مبارك في حياتك. النهاردة بنلتقي في عرش النعمة، نجد رحمة ونجد نعمة ونجد عون في حينه. الرب عنده توقيت لا يخطئ أبدا، ساعته دايما مظبوطة إنجاز التعبير، لأنه الله الزمن مش بيحده، بل الله يرى الزمن بزاوية مختلفة عننا، بل نستطيع أن نقول أن الله خارج الزمن كمان. فبصلي من قلبي أنه هذا اليوم يكون يوم رائع في حياتك، وإن ما كانش اليوم النهاردة رائع، الرب عايز يبدل الأحوال، الرب عايز يعوض ويغير. وهو قال كده: أنا جاي عشان أعطي جمالا عوضا عن الرمال، دهن فرح عوضا عن النوح، رداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. في سفر إشعياء النبي هذه الكلمات. طيب لما يحصل معنا عملية البدلية دي، ندعى أشجار البر وأيضا ندعى غرس الرب. نعمل إيه؟ نمجد الرب. صلي من قلبي أن الرب يملى حياتنا بالأفراح الروحية، لأن فرح الرب هو قوتنا. اسمحوا لي في بداية الحلقة أرحب بأخويا وخادم الرب المرنم الجميل أخويا ديفيد جاد. أهلا بك أخويا ديفيد، ومبسوطين يكون أخويا ديفيد معنا، وكمان سيلفيا وساندرا بيعزفوا معنا موسيقى رائعة. وبرحب بكل متابعين على قناة الكارما وكل المنصات التواصل الاجتماعي بتاعت الكنيسة. بصلي من قلبي أن الرب يدينا وقت مميز النهاردة في استمرار شرحنا وتأملاتنا في رسالة بطرس الرسول الأولى. وصلنا النهاردة لإصحاح 4، هنتأمل في أعداد قليلة جدا. لكن قبل ما نبدأ شرحنا، تعالوا نرنم ونسبح الرب مع أخونا ديفيد. فاضل أخونا ديفيد. كان معنا شوق واحد إليك يا رب النهاردة، جايين عشان نشوفك نتلامس معك. جمعنا شوق واحد إليك نشوف جمالك يا ملك، جمعنا شوق واحد إليك نشوف جمالك يا ملك، المس بطيفك قلبنا، المس بطيفك قلبنا، العطشان وسهران بيناديك، المس بطيفك قلبنا، العطشة وسهران بيناديك، بنسبح الاسم الجميل وهتفنا ليك طول السبيل، بنسبح الاسم الجميل وهتفنا ليك طول السبيل، وإن مر ليل أو طال ظلام، وإن مر نورك ينور كل ليل، وإن مر ليل أو طال ظلام نورك ينور كل ليل، اشتقنا للفرحة معك، اشتقنا نتهنى برضاك، اشتقنا للفرحة معك، اشتقنا نتهنى برضاك، زيل الغيوم وامحي الهموم، زيل الغيوم وامحي الهموم،
نرفع جناح النفس سماك مولاي حبك يبهج القلب الكئيب مولاي عطفك راحة الدار للغريب مولاي حبك يبهج القلب الكئيب مولاي عطفك راحة الدار الغريب زيل الغيوم وامحي الهموم زيل الغيوم وامحي الهموم نرفع جناحاتنا في السماء لست أحتاج سواك اجعل عيني تراك وتطيل في رؤياك يا حبيبي يا يسوع لست أحتاج سواك اجعل عيني تراك وتطيل في رؤياك يا حبيبي يا يسوع حبك كفايتي ورضاك طلبتي حبك كفايتي ورضاك طلبتي والمكوث قربك راحتي ولذتي راحتي ولذتي قلبي فاض شوقه لك من صنعته وحدك ملكته يا حبيبي يا يسوع حبك كفايتي ورضاك طلبتي والمكوث قربك راحتي ولذتي راحتي ولذتي أقول معنا الكلمات دي أنت كنزي الوحيد وسلامي الأكيد أنت حقا ما أريد يا حبيبي يا يسوع أنت كنزي أنت كنزي الوحيد وسلامي الأكيد أنت حقا ما أريد يا حبيبي يا يسوع حبك كفايتي ورضاك طلبتي والمكوث قربك راحتي ولذتي راحتي ولذتي هللويا حبك كفايتي يا رب نعم نكتفي بحبك وحبك لما نختبره عن حق مش ان احنا فقط لنا علاقة سطحية بيك يا رب لكن حب يعني معناها علاقة حقيقية بيك حبك يا رب يطرح الخوف خارجا حبك يا رب يملانا بالسلام حبك يا رب يعرفنا شخصك حبك يجعلنا أنقياء وحبك يجعلنا أشخاص متمثلين بيك لأنك أنت محبة يا سيد الرب أشكرك وأعظمك لأجل حياتك فينا ولأجل عملك في حياتنا
مبارك اسم رب. بشكر من اجل الترنيمات الجميله اللي قادنا فيها اخونا ديفيد. تعالوا مع بعض هنقرا ايتين موجودين في منتصف اصحاح 4 من رساله بطرس الرسول الاولى. ايتين دول موجودين في عدد 10 و11. عدد 10 و11 بيقول: ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبه يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمه الله المتنوعه، ان كان يتكلم احد فكأقوال الله، وان كان يخدم احد فكأنه من قوه يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين. الايتين دول حقيقه هنتامل فيهم في الحلقه ديت وكمان الحلقه الجايه، لانه موضوعهم موضوع مهم جدا، موضوع خطير، هو موضوع الخدمه بحسب المواهب الروحيه. هقرا مع حضراتكم تاني الايتين دول، بطرس الاولى اصحاح 4 عدد 10 وعدد 11. بيقول كده: ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبه يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمه الله المتنوعه، ان كان يتكلم احد فكأقوال الله، وان كان يخدم احد فكانه من قوه يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين. الحقيقه الايتين دول بيتكلموا عن موضوع موجود في كلمة الله بصفة عامة، وموجود في العهد الجديد بصفة خاصة، وموجود في رسائل بولس الرسول بصفة خاصة. فالآيتين دول بيتكلم فيهم بطرس عن الخدمة المبنية على المواهب، أو الخدمة بحسب المواهب، أو ربما تضع عنوان للآيتين دول المواهب الروحية. موجود كلام عن المواهب والخدمة بحسب المواهب في 3 مقاطع أخرى. المقطع الأول هو روميا 12، رسالة بولس الرسول لأهل روميا صح 12. المقطع الثاني موجود في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس صح 12 أيضا. والمقطع الثالث موجود في رسالة بولس الرسول لأهل أفسس أصحاح 4. ويضاف إلى 3 مقاطع السابقة هذه الهاتين الآيتين دول الموجودين في بطرس رسالة بطرس الرسول الأولى اصحاح 4. يبقى عندنا 4 مقاطع بيتكلموا عن الخدمه بحسب المواهب او عن المواهب الروحيه. موضوع المواهب الروحيه موضوع مهم جدا لحياتنا الايمانيه، حياتنا مع الرب، حياه الايمان. ليه مهم؟ لان الله خلق كل شخص لدور مهم. فبيقول بولس الرسول في افسس 2، رساله بولس الرسول لاهل افسس صح 2، بيقول عن الخلاص بالإيمان: بالنعمة أنتم مخلصون، عدد 8، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان. ده عن الخلاص، كلنا بنقبل الرب النعمة بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. يبقى الخلاص هو عطية الله، والخلاص بالإيمان وبالنعمة. النعمة تغيرني، النعمة تبررني، والإيمان هو الغذاء، هو السر الذي يأتي به الشخص لكي ما يقبل المسيح. طب بعد ما أنا بقبل المسيح، بيقول في عدد 9: ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. نعم، الخلاص مش من الأعمال، ما ينفعش حد يعمل حاجات عشان يخلص ويبقى كده احنا بنحط نفسنا زي ربنا، بنقول له احنا زيك، احنا قدك، ينفع نعمل لك شوية حاجات فترضى عننا؟ مش معقولة يا جماعة، احنا أموات بالذنوب والخطايا، ما ينفعش حد يعمل أعمال ويجي يقول ربنا اقبلني بناء على هذه الأعمال. بولس بيكمل في صحة 2 من رسالة أفسس، أتمنى الآيات موجودة على الشاشة قدام حضراتكم. بيقول بقى في عدد 10: لأننا نحن عمله. كلمة عمله جت بمعنى نحن التحفة التي صنعها الرب، أو نحن قصيدته، يعني الشعر بتاعه، مقطوعة الشعر. عارفين لما واحد بيكتب شعر بتبقى من أغلى الحاجة اللي بيعملها، مكنونات قلبه بتطلع في الشعر، أو حتى التحفة لو في حد كده من ضمن النحاتين بيعمل تمثال أو بيعمل شيء جميل بإيده، يعني مش مكنة بتطلع إنتاج، لا، إحنا بنتكلم على صنع إيد. معنى كلمة عمله هنا معناه أنا تحفة الرب، أنا قصدته، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع، يبقى خليقة جديدة في الرب. طب ايه بقى؟ لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. الخدمة بحسب المواهب مبنية على هذا الأساس في كلمة الله الموجود في
مقاطع كثيرة، لكن أنا قريت مع حضراتكم الآية الموجودة في رسالة أفسس صح 2 عدد 10، لأعمال صالحة، نحن مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يبقى في هنا خطة من الأعمال ومن المهام ومن الأدوار اللي الرب أعدها سالفا سابقا قبل أن نأتي حتى إلى العالم، أعدها للمؤمنين لكي نسلك فيها. كل من قبل المسيح يستطيع أن يكتشف هذه الخطة وهذه الخريطة أو هذه الخارطة. كل من قبل المسيح يستطيع أن يفهم، كل من قبل المسيح يستطيع أن يدرك، وكل من قبل المسيح يستطيع أن يعيش هذه الخريطة. البداية لكي أفهم الخريطة دي هي قبول المسيح. بدون قبول المسيح أنا بره الدائرة دي، مش معقول أكون بره الدائرة وأعرف الخريطة. هقراها منين؟ هفهمها إزاي؟ هأدركها إزاي؟ هطيعها إزاي؟ فيبقى سر دخولي في هذه الخريطة أو في دخولي جوه مجموعة الأفراد الذين يتممون الأدوار التي صنعهم الرب لأجلها من باب الإيمان. مين هو الباب؟ شخص المسيح، قال عن نفسه يوحنا 10: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. فأدخل إلى أدخل من الباب بالإيمان، باب الإيمان، باب النعمة، يدخلني لكي ما أعرف أفهم أدرك أتمم خطة الله في خدمته. هذا هو المبدأ الأول. المبدأ الثاني في موضوع المواهب الروحية أو الخدمة بحسب المواهب، مبدأ موجود في هذا المقطع، هو أنه الدور والخطة المرسومة لكل واحد هي معطاة من الله. بيقول كده في عدد 10، نرجع ثاني لبطرس الأولى 4 عدد 10: ليكن كل واحد بحسب ما أخذ. يبقى هنا في حد خد، يبقى طالما أنا أخدت يبقى حد اداني، ما أنا مش أخدها من نفسي أو مش أروح أنا يعني أعملها بدراعي. هنيجي للحتة دي النهاردة أو يمكن الخميس الجاي. فالمبدأ الثاني في المواهب الروحية هو أن كل منا أعطي موهبة أو مواهب. طب ليه بقول لكل منا؟ لأنه في عدد 10 حط خط تحت كلمة كل واحد، ما قالش هنا ليكن بعض منا، أو مثلا أنا أتكلم إلى الرعاة أو أتكلم إلى المؤمنين الأقوياء أو يتكلم إلى المؤمنين القدماء أو يتكلم إلى المؤمنين مثلا المحبوبين من الناس. لا، ده بيقول ليكن كل واحد من المؤمنين بحسب ما أخذ. يبقى هنا إيه؟ في الرب يعطي وأنا أخذ. طب هل الكلام المبدأ التاني ده موجود في مقاطع أخرى في كلمة الله؟ نعم، موجود في مقاطع أخرى كثيرة. نقرأ مع بعض مثلا رسالة أفسس 4، بيقول في عدد 7 أفسس 4:7: ولكن لكل واحد منا، يبقى في كلمة كل واحد مرة كمان أهو، أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. يبقى المبدأ الثاني هو أنه المواهب تعطى. المبدأ ده جواه نقطة مهمة جدا، يعني تحتيه كده نقطة هي مش فرعية لكن نقطة جوهرية. كل واحد، مفيش واحد فينا يقول يا أنا لا أنا غير الناس، أنا ربنا ما ربنا ننسيني يعمل كده مثلا. لا، الكتاب واضح هنا بيقول في أفسس 4:7: لكل واحد، وفي بطرس الأولى 4:10: ليكن كل واحد. طب المبدأ ده بيتكرر واضح جدا جدا في رسالة بولس الرسول لأهل روميا أصحاح 12، وبيقول كده في أول إصحاح في عدد 3، بيقول كده: فإني أقول بالنعمة المعطى لي لكل من هو بينكم أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي للتعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. وهنا كلمة الإيمان معناه الوقود الذي يغذي المواهب الروحية، مش مقدار من الإيمان يعني ربنا إدى واحد إيمان قوي وإدى إيمان ضعيف. بالعكس، ده بطرس الرسول بيتكلم في رسالة تانية عن الإيمان المساوي، كلنا لنا إيمان مساوي، الخلاص متاح للجميع بنفس القدر بنفس الكمية بنفس النوعية بنفس الكيفية. لكن كلمة الإيمان الموجودة في روميا 12 تعني الوقود الذي يشعل المواهب أو الموهبة التي أعطاها لي الرب. يبقى المبدأ الأول موجود في كذا مقطع من كلمة الله، المبدأ الثاني موجود أيضا في كذا مقطع من كلمة الله. المبدأ الأول هو أنه دخولي لمعرفة الخريطة هو بالإيمان، والكل واحد فيه خارطة، كل واحد فيه دور. المبدأ الثاني هو أن كل واحد أخذ، يبقى الرب عمل إيه؟ أعطى.
بتمنى ان تكون المفهومين دول موجودين جوه أذهاننا، لان احنا عندنا بعض المفاهيم اللي هنمشي بيها تباعا في اسم الرب يسوع في الحلقه دي والحلقه الجايه. بصلي نلحق نخلص الحلقه الجايه الموضوع عن المواهب الروحيه والخدمه بحسب الامر، لان موضوع خطير جدا جدا جدا. عندي نقطه ثالثه هقول عنوانها بعد كده هنرنم ترنيمه مع اخونا ديفيد. النقطه الثالثه هي انه المواهب الروحيه هدفها الخدمه، دي نقطه رقم 3. طب فين الكلام ده موجود؟ موجود في نفس الايه اللي احنا بنتامل فيها النهارده، ولو انت لسه منضم لينا للحلقه في بنتامل وبنشرح النهارده رساله بطرس الرسول الاولى صح 4 عددين بس 10 و11 ايتين. ففي ايه 10 بيقول يخدموا بها بعضكم بعضا. يبقى هدف المواهب الروحيه، ليه الرب يعطي مواهب روحيه؟ ليه؟ عشان اخدم. طب اخدم ايه؟ ما اخدمش الكنيسه، انا بخدم في الكنيسه، ما بخدمش نفسي بالقطع، ما بخدمش مثلا اسماء معينه، ما بخدمش افكار معينه، لا انا بخدم بها الاخرين. يبقى يخدموا بها بعضكم بعضا. اخواتي الاحباء، ان هذا مفهوم بسيط لكنه عميق. انا صح نسيت اقول لكم ان انا قلت عايز اقول عنوان المبدا ونرنم ترنيمه، نسيت معلش. طيب تعالوا نرنم مع بعض اخونا ديفيد، عايزين نستغل ديفيد شويه النهارده ونرجع تاني الكلام عن المواهب الروحيه. اتفضل اخويا ديفيد. في ترنيمه هي قديمه شويه لكن جميله، بتقول انا جاي لك انا راجع ليك يا رب. امين امين. انا جاي لك انا راجع ليك، بعترف اني احتجت اليك، عمر حياة البعض ما تشبع، قلبي اشتاق يشبع بيك. انت وعدت وقلت تعالى، ارمي بحملك راح ترتاح، ادي الحمل وادي الحالة، وانا قدامك كل جراح. انا جاي لك انا راجع ليك، بعترف اني احتجت اليك، عمر حياة البعض ما تشبع، قلبي اشتاق يرجع ليك. محتاج لك محتاج تداويني، محتاج لك محتاج لإيديك تغسل قلبي وتلمس عيني، ترسم فيا حياة ترضيك. أنا جاي لك أنا راجع ليك، بعترف إني احتاجت إليك، عمر حياة البعض ما تشبع، قلبي اشتاق يشبع بيك. أنا محتاج لك تخلق فيا قلب جديد بالنعمة يكون، راحة لقلبك دايما فيا، قلبي يرنم مهما يكون. أنا جايلك أنا راجع ليك، بعترف إني احتاجت إليك، عمر حياة البعض ما تشبع، قلبي اشتاق يشبع بي. هاليلويا هاليلويا، مبارك اسم الرب. انا جاي لك انا راجع ليك، بعترف ان احتجت اليك. واعترفنا ان احنا محتاجين للرب يعكس تواضعا ويعكس انكسار قدام الرب، لانه لو انا بقول للرب انا قادر اعمل حاجه ديت وقادر اعمل دي وانا عارف دي، انا بعلن كبريائي. لكن حتى الامور اللي انا عارفها واللي انا متخيل ان انا اجيدها، انا محتاج اعلن فيها انكسار وتوبه قدام الرب، اقول يا رب انا فعلا محتاج لك، انا جاي لك انا راجع ليك. مبارك اسم الرب. احنا قلنا عن ثلاث مبادئ. المبدا الاول ان الرب رسم لكل واحد من المؤمنين دور مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها نحن وعمله. احنا تحفته الفنيه، احنا قصيدته الشعريه الجميله. اتنين قلنا انه المواهب معطاة من الله، بيقول كده بطرس في رسالته الاولى صح 4، ليكن كل واحد بحسب ما اخذ.
في رومية 12 أعطيت النعمة، بعتذر في أفسس 4 لكل واحد منا أعطيت النعمة، وفي رومية 12 بيقول حسب ما قسم الله لكل واحد مقدار من الإيمان أعطى الرب. طبعا عندي شاهد تاني بالنسبة لموضوع أن الرب هو اللي أعطى، في كورنثوس الأولى 12:7، كورنثوس الأولى 12:7 بيقول ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح من المنفعة. طيب المبدأ الثالث قلنا عليه هو أنه لما أنا الرب بيعطيني المواهب الروحية، الرب عايزني أخدم بها مين؟ أخدم بها الآخرين. بطرس الأولى 4:10 نفس الآية ما زلنا موجودين فيها بيقول يخدموا بها بعضكم بعضا. المبدأ ده قلنا بسيط بس عميق جدا يا جماعة. ليه؟ لأني في أحيان كثيرة ناس أو بلاش ناس، المؤمنين ينظرون للخدمة بزوايا متعددة مختلفة عن ما يقول الكتاب. فنجد مثلا من يشعر بأن الخدمة حق له. ليه؟ هو مثلا بيعرف هو أقوى واحد، هو أشطر واحد، هو يمكن أقدم واحد، هو أكبر واحد. يعني مثلا واحد يقول أنا أكبر واحد فيهم، أنا اللي حق أخد الخدمة دي، أو أنا أقدم واحد، أنا أقدم واحد في الكنيسة، أو أنا أكتر واحد مهارة، ده أنا حقي. فنظرة أولى أنه الخدمة أو الموهبة الرب أعطاني والخدمة عبارة عن حق. طبعا مبدأ مغلوط. المبدأ الثاني، ناس تنظر الخدمة بأنها فرصة لتسديد احتياجات عاطفية أو تسديد احتياجات بلاش عاطفية، ربما تفهم أنها عاطفية حب يعني، لا نفسية أقصد يعني وجدانية. فتجد مثلا واحد جعان للتقدير بره في حياته، واحد جعان انه يتقبل، واحد مثلا جعان للاعجاب والتشجيع، واحد مثلا جعان لانه مش لاقي هدف او زهقان، واحد ملان ضجران في شغله في بيتها، فيجي يقول لك طب ما انا برضو ايه الاقي نفسي كده، الاقي نفسي. لا، مبدا اخر مغلوط في الخدمه، الخدمه ليست لاشباع احتياجاتنا الوجدانيه ولا إشباع احتياجاتنا النفسية. أخواتي الأحباء، نعم الخدمة تفرح الإنسان والخدمة تشجع الإنسان، بس مش غاية الخدمة أو الموهبة اللي خدتها عشان أخدم بيها هي أنها تشبعني. طب ده رقم 2. رقم 3 المغلوط هو أن الخدمة عبارة عن مركز ولقب وبرستيج. ففي ناس دايما متخيلة كده أنه ما ينفعش تكون موجودة جوه جسد محلي بدون ما يكون لها خدمة عشان برستيجها، عشان شكلها. ازاي انا اكون قاعد وسط الناس ازاي عادي كده؟ لا، ده لازم اكون اسمي القائد، اسمي الخادم الفلاني، انا المسؤول عن كذا، انا اللي بطلع فوق المنبر اعمل كذا، او انا القائد يعني ايا كان هذه. فالخدمه برستيج ومنصب ولقب بتدي احساس بالقيمه، هذا ايضا مبدا مغلوط. الخدمه اخواتي الاحباء هي هدفها الاخرين. يعني لو جيت عملت دائره كتبت على الدائرة دي عنوان اسمه الخدمة، ايه السنتر بتاع الدائرة دي؟ الآخرين، الآخرين، حطها كده. لو أنا بخدم الرب، بقول أنا بخدم الرب والخدمة بتاعتي ديت لا تصل بطريقة مباشرة للآخرين، يبقى أنا لا أخدم الرب، أنا بخدم نفسي، بخدم كيان، بخدم ناس، بخدم أي شيء آخر، أنا بخدم حاجة تانية غير الرب إيه رسمها ليا. لكن طول ما أنا حاطط في مركز دائرة الخدمة الآخرين أنا بخدم صح. هقرأ معاكم الثلاث كلمات دول، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا. حتى أنه في كورنثوس الأولى 12:7 لسه الآية قريها من بعض اللحظات، بيقول بولس ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح. لإيه يا جماعة؟ للمنفعة. منفعة مين؟ منفعة جسد المسيح. إن كان بطرس بيتكلم عن غالبا كنيسة محلية، بولس بيتكلم عن نفع جسد المسيح بصفة عامة. يبقى الخدمة هدفها نفع الآخرين، مش نفع نفسي، مش إن أنا أحس بقيمتي، مش إن أنا أحس بشبع وجداني عاطفي، لا، الخدمة هدفها أن أبارك بها الآخرين. عايز أكد على المبدأ ده مع أنه بسيط جدا ومنطقي قوي، بس للأسف لا يعاش. للأسف أخواتي الأحباء، ليه في صراعات جوه الكنائس؟ ليه في صراعات في جسد المسيح؟ ليه بتلاقي كنائس منقسمة؟ ليه؟ مع أنها يعني مش من كبر الكنيسة تلاقيهم منقسموا، مجموعة انقسمت. ليه؟ لأنه المبدأ البسيط ده مش موجود. الناس بتخدم نفسها، بتخدم المجموعة، بتخدم الاسم.
بيقول بولس الرسول في أفس 4، أتمنى بس يطلعونا الآيات على الشاشة عشان تكونوا متابعين معنا، وأتمنى تكون معك كمان كتابك المقدس تقدر تتابع معنا. بيقول بولس الرسول في أفسس 4 عدد 12، هو طبعا بيقول في عدد 11 وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة معلمين لأجل إيه؟ تكميل القديسين. يعني إيه تكميل القديسين؟ يعني إنضاج وتأهيل. مين تأهيل؟ مين؟ الآخرين القديسين. طب نمرة 2 لعمل الخدمة، نمرة 3 لبنيان جسد المسيح. يا يعني أنا وانت بتعملي أي خدمة، لو انت مش بتبني في جسد المسيح انت بتعمل حاجة تانية مش خدمة، انت بتعمل أي شيء ذاتي شخصي. وأرجوك ما تضحكش على نفسك وتخلي إبليس يضحك عليك ويقول لك لا ما انت لازم مش عارف تعمل ايه، عشان انت لو عملتش ديت غيرك هياخدها منك وفرصة ويلحق الفرصة. ما هي الخدمة يا جماعة دي مش شقة اسكان اجتماعي هتروح تقدم عليها جري عشان تحصل عليها، ولا هي مثلا فرصة شغل مش عارف فين قدم السي في. الخدمة مش كده يا جماعة، الخدمة ليست هي فرصة في العالم نجري عليها عشان تاخدها. والخدمة مش منافسة ومقارنة وهبش وإلحق، دي الخدمة يا جماعة دي معطاة من الله، الرب يعطيها لك مش الناس، الناس لا تعطيها يا جماعة. أي شيء معطى من الناس سيأخذ منك، لكن كل ما أعطي لك من الله سيظل فيك ومعك وبداخلك، لن يستطيع أحد أن يأخذه منك. فبيقول بولس الرسول في أفسس 4 لبنيان جسد المسيح، يا ده احنا بنخدمك يا رب عشان نبني جسدك. يبقى بيقول هنا يخدم بها بعضكم بعضا. يبقى ده المبدأ رقم ايه يا جماعة؟ 3. مبدأ رقم 4 وبعد ما أقوله هنرن تيمة مع بعض، بس الكلام كتير قوي عن المواهب الروحية. بيقول بولس بطرس الرسول نخدم الرب أو الموهبة اللي أعطيت لنا نخدم بيها الرب إيه؟ كوكلاء صالحين. كوكلاء صالحين، يبقى الخدم معنا كلمة وكيل يعني إيه؟ يعني مش بتاعتي، واحد استأمني على شيء مش أنا بتاعتي. طبعا للأسف الشديد، للأسف الشديد أقول تاني للأسف الشديد، تلاقي المؤمنين بصفة عامة يقول لك كنيستنا وخدمتي واجتماعي وولادي اللي في الفصل ولا في المجموعة، لو انت عندك مجموعات. وطبعا الخدمة بقى مش بس يعني الكلام بتاعي الضمير اللي هو الذاتي انا ده مش بس على الناس، لكن كمان بقى ايه ده كمان جهازنا وحاجتنا واحنا يعني كل حاجة احنا. تلاقي الناس بنيين ايه؟ بنيين كده تكتلات جوه الكنائس. احنا خدام ناشئ، احنا ده اجتماعنا، ده الصندوق بتاعنا، ده فلوسنا. طب يعني ايه يعني ايه فلوسك وصندوق؟ احنا مش هنا، احنا مش في، يعني ده حاجه غريبه جدا. بعدين تلاقي الخادم مش فاهم ان الخدمه دي معطاه من الله، يعني الرب يقدر الرب اداها لك ويقدر يعمل ايه؟ يسحبها منك. سهل جدا يعني، مش يعني هو الرب يتأنى علينا؟ نعم. واضح جدا بطرس بيقول هنا كوكلاء وايه يا جماعه؟ صالحين. في وكيل فاسد؟ اه طبعا، احنا قرينا في الرب لما جه يتكلم مثلا على مثل الامناء او مثل الوزنات، فالرب كان دايما بيقول ايه؟ في ناس صالحين، الناس اللي بتعمل ايه؟ بالتاجر بالوزنه، يقول له يا سيد انت اعطيتني الوزنه دي وانا تاجرت بيها وربحت، او اعطيتني 10 امناء او 5 امناء او ايا كان وانا تاجرت بيها 5 وربحت. ده وكيل ايه؟ صالح. لكن في وكيل شرير او فاسد اللي هو بياخد شيء من السيد بس بيعمل ايه؟ بيطمرها، او خليني بقى اقول اكتر بيشتغل بيها بمزاجه، بيعمل بيها زي ما هو عايز، بيستنفع هو بيها. اخواتي الاحباء هنا كوكلاء صالحين، بولس الرسول اكد على هذا المفهوم وشخص الرب يسوع اكد على هذا المفهوم. هقرا معاكم ايه واحده موجوده في كورنثوس الاولى صح 4، بولس بيقول الكلمات دي هكذا فليحسبنا الانسان او يحسبنا المؤمنين كخدام المسيح ووكلاء، ووكلاء يا جماعة ووكلاء سرائر الله. ثم عدد 2 ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان إيه يا جماعة؟ أمينا. هو ده معنى الصلاح، وكلاء صالحين أو أمناء. الرب طالب الأمانة يا جماعة، لأن أنا وكيل على حاجة مش بتاعتي. في يوم من الأيام كمان سأعطي حساب أمام الرب عن كل ما صنعت. لو انا دي حاجتي، ما انا مهدي حساب ليه لحد؟ دي حاجتي،
مش هدي حساب لحد. دليل قاطع على انه الخدمه مش بتاعتنا، ان في يوم من الايام سنعطي حساب عنها. تقول لي الكلام ده جايبه منين انت؟ ده جايبه من الكتاب المقدس كله. اقرا مثلا كورنثوس الثانيه 5 عن سنعطي حسابا عن ما صنعنا، اقرا كورنثوس الاولى 3 عن اللي بيبني خشب خزف قش يحرق بالنار. طب اللي بيبني ذهب فضه حجاره كريمه في الخدمه سيجتاز في النار وسيمنح من الرب اكاليل وتيجان. ياه، أمور عظيمة جدا، مبادئ بسيطة جدا عن الخدمة بحسب المواهب. المبدأ الرابع هو أن الخدمة وكالة من الله. عندي آية هقولها بس بعمل رنتري مع أخونا ديفيد عن الوكالة المسيحية، ابقوا معنا ورنموا معنا كمان. فضل أخويا ديفيد. رنتري بتقول اديني أمانة ليك يا رب، وقت الإيمان ما بيمتحن. أمين. أمانة لي وقت الإيمان ما يمتحن، واحميني بمحبة ليك أحيا بقداسة وقت المحن، أحيا بقداسة وقت المحن. والنعمة اللي ملك قلبي بالبر وبالضياء تعلن إن أنت ربي فحياتي كما في السماء، فحياتي كما في السماء. اديني أمانة ليك في الصغير والقليل، وأزيد متداري فيك والثمار تبقى الدليل، والثمار تبقى الدليل. والنعمة اللي ملك قلبي بالبر وبالضياء تعلم إن أنت ربي فحياتي كما في السماء، فحياتي كما في السماء. اديني أمانة لي في الوكالة على الحياة، وأعيش ليوم مجيك متحاوط بترس الرضا، متحاوط بترس الرضا. اديني أمانة لي في الوكالة على الحياة، وأعيش ليوم مجيد متحاوط بترس الرضا، متحاوط بترس الرضا. والنعمة اللي ملك قلبي بالبر وبالضياء تعلن فحياتي كما في السماء. والنعمة اللي ملك قلبي بالبر وبالضياء تعلن إن أنت ربي فحياتي كما في السماء، في حياتي كما في السماء. هاليلويا هاليلويا. امنحني يا رب اني اكون امين على ما اعطيته لي. ده الايه اللي انا كنت عايز اشارك بيها حضراتكم، زي ما كان الاخ ديفيد بيرنم دلوقتي في لوقا 12 عدد 41. لوقا 12 بيقول: فقال له بطرس: يا رب ألنا تقول هذا المثل ام للجميع ايضا؟ هو كان بيتكلم الرب عن العبيد المستعدين. فقال الرب: فمن هو؟ ده سؤال استنكاري. الوكيل. يبقى الرب كده قال عن الخدام وكلاء، مش الخدمة دي حاجتي بتاعتي. أخواتي الأحباء، يعني الرب يعطينا استنارة في هذه الأيام في اسم الرب يسوع. فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه؟ يعني يقيمه الرب على الخدمة أو الخدام ليعطيهم، هذا الوكيل يعطيهم العلوفة أي الغذاء في حينها. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. بالحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. يا طبعا أخواتي الأحباء، الوكالة
بتدينا المفهوم انه الخدمه ما ينفعش اسعى ليها، ده الخدمه تعطى ليا من الله. كل ما سعيت لشيء في الخدمه كل ما تعرف انه مش بتاعك. ما لو هو بتاعك كان الرب يدولك، الرب منعه عنك ليه؟ يعني ليه باي مناسبه؟ يعني باي مناسبه؟ ما هو الرب بيقول هنا من هو الوكيل الامين، اقيمه على الخدم، اقيمه على الخدمه، وانا عايز يكون وكيل امين. وطبعا اضاف الرب للامانه، اضاف ليها كمان ايه؟ الحكمه، اي المهاره، اي الكفاءه، القدره. والرب يمنحك هذه الكفاءه والقدره، ويريدك الرب ان تضرم الموهبه التي فيك. هاتي يمكن الحلقه دي او الحلقه الجايه عن اضرام الموهبه، ولكن الرب يمنحني الخدمه ان كنت بسعى يكون لي دور. انا مش بقولك عشان تتكاسل، ما تتكاسلش في الخدمه، لكن لو انت بتزق، وانا بتكلم هنا على الزق والمصارعات والمنافسات والدسائس والمؤامرات والامور الفاسده عشان تحصل على شيء في الخدمه، ده اكيد مش بتاعك، الرب هو اللي بيديهولك. عايز اقرا معاكم ايه تانية مهمه جدا موجوده في لوقا 17. لوقا 17 عدد 10 بيقول، او نقرا من عدد 7، ويقول: ومن منكم له عبد يحرث او يرعى، يقول له اذا دخل من الحقل تقدم سريعا واتكئ. يعني لو في واحد سيد عنده عبد، والسيد دخل من الشغل ولقى العبد موجود في البيت، هيقول السيد يقول للعبد ايه؟ اقعد. لا، ما بيقولوش اقعد، بل الا يقول له اعدد ما اتعشى به، وتمنطق واخدمني حتى اكل واشرب، وبعد ذلك تاكل وتشرب انت. فهل لذلك العبد فضل لانه فعل ما امر به؟ يبقى الوكاله فيه اوامر الرب يصدرها ليا، انا بعملها عشان دي خطته، ده شغله، ده كرمه، ده خدمته. لا اظن كذلك انتم ايضا. بصوا الجاي ده كلام بيتحداني: ما تفعلتم كل ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطالون، يا لاننا انما عملنا ما كان يجب علينا. يا جماعه، مبادئ كلمه الله، مبادئ واضحه، مبادئ قويه، مبادئ صريحه. أو يعني عارفين اوقات واحنا بنخدم ربنا عايزين كده نقول لربنا ايه؟ نبص فوق: يا رب اشكرني بقى، اشكرني انا عملت لك، احنا تعبنا قوي كده، تعبنا. بص الرب يقول ايه؟ كذلك ليس عبد فضل لانه فعل ما امر به، ما تفعلتم كل ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطلوا، عملنا اللي علينا. احنا القضيه مشكلتنا في ايه؟ ان احنا ما بنعملش اللي علينا، فلما بنيجي نعمل اي حاجه بنحس ان احنا عملنا، فعايزين بقى شكر ربنا يشكرنا. وبعدين عايزين ايه كمان يا جماعه؟ الناس تشكرنا، يسقفوا لنا ويمدحونا. احنا محتاجين تشجيع. نعم، الانسان عنده احتياج، من ضمن احتياجاته الاساسيه التشجيع طبعا، لكن في نفس الوقت لو انا منتظر التشجيع ده عشان اكمل خدمه، الرب عايزني انمو، الرب عايزني انضج، مش انتظر تشجيع عشان اكمل خدمه. انا عبيد، انا عبد بطال لاني عملت كل ما امرت بيه. انا اتكلمت حتى الان في وقت الحلقه، خلاص يعتبر يعني عندنا فات حوالي 43 دقيقه على وقت الحلقه، مش عارف ازاي احنا كلنا مش عارفين الكلام ده حصل ازاي، لكن النهارده انا لن اتهم لا كنترول ولا الكارما ولا اي حاجه، احنا الدقايق بتاعتنا محفوظه وكله ماشي تمام. انا بقولت عن اربع مبادئ للخدمه. اول امر ان الرب رسم لي دور، هو عملني مخلوقين في المسيح يسوع، يبقى انا مخلوق يعني مرسوم، انا متظبط كده على دور ده أعده الله، خارطة الرب رسمها لي، مش أقعد أنا ألفها واخترعها، مش أنا أقعد أدور عليها وزق ونافس وأضرب وأعمل مصارعات وأعمل دسائس ومؤامرات. أي مبدأ نعيش به في الحياة الروحية إن كنا نعمل دسائس ومؤامرات وحاجات سيئة في الكنائس وفي الطوائف، أي مبدأ نعيش به؟ ازاي نقدر نستحمل نفسنا؟ ازاي نطلع نخدم الناس واحنا بنعمل هذه المؤامرات، ونتكلم على بعض وننم على بعض ونزم، نعمل مزمة يعني فتنة، زي ما كده كورح وداثان وابرام عملوا مزمة، وزي ما مريم وهارون كانوا عايزين يعملوا مزمة على اخوهم، بس الرب عمل ايه؟ الرب اعلن كلمته، له المجد والسلطان، بيقول عنه بطرس في عدد 11، هنيجي الآية دي بنعمة الرب المرة القادمة. يبقى في خطة مرسومة ليا. 2، المواهب معطاة من الله ولكل واحد، مفيش ولا واحد ما عندوش موهبه. طبعا انا عارف وانت بتسمعني تقول طب ازاي اكتشف موهبتي؟ ما اعرفش موهبتي، ما حدش اداني فرصه.
قافلين عليا، خانقني. انا عارف الاسئله دي كلها بتدور جوه اذهاننا، هنحاول نرد على اغلب الاسئله. ولو انت عندك اي سؤال اكتبه لنا على صفحتنا على الفيسبوك، واحنا بنعمه الله هنحاول نرد على كل الاسئله اللي هتجيلنا في اسم الرب يسوع. لو تحب كمان تصل بينا، التليفون موجود على تليفون جوه مصر، جوه القاهره وجوه مصر، ينفع تتصل بينا ايضا نرد على اسئلتك. الهدف المبدا الثالث هو ان هدف الخدمه هو ايه؟ الآخرين. ارسم دايرة كده، اكتب عليه الخدمة، حط سنتر، حط مركز، اكتب عليه الآخرين. رقم أربعة، أن الخدمة هي وكالة، هي وكالة. أنا عايز أقول حتة صغيرة عن بقى أن الخدمة متنوعة. فبيقول في عدد عشرة، ما زلنا في عدد عشرة حتى الآن، بيقول كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. يبدو أن الله بيحب التنوع يا جماعة. الله مش بيحب كلنا، مش عايزنا كلنا نكون مستنسخين بعضنا البعض. حتى بولس الرسول قال هذه الكلمات في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 12 عن التنوع، وبرضو قال بولس في روميا 12 عن هذا التنوع. بيقول في عدد 12، معلش جيفو هتعبك، كورنثوس الأولى 12 12، لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد. يبقى ايه الآية دي بتقول هنا والمتنوعة بتقول ايه؟ بتقول ان جسد المسيح الخدمة فيه متنوعة لكنها فيها وحدة، الوحدة والتنوع. جسد واحد، أعضاء كثيرة، أعضاء كثيرة، جسد واحد. طيب حتى كمان بولس بيقول الكلام ده في روميا 12، لو تفتح معايا روميا 12 كتاب كلمة الله، كلمة المقدسة، بيقول في عدد 4، روميا 12 4، فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. ما ينفعش كلنا نكون بنعمل نفس العمل، كل الناس عايز تعمل كل نفس الحاجة، إزاي كلنا نعمل نفس الحاجة؟ هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، في وحدة، أعضاء بعضا لبعض، كل واحد الآخر. حتى الكلام اللي بيقوله بولس بيقوله بطرس، نخدم بها بعضنا البعض، كل واحد للآخر. رومية 12، متنوعين حسب نعمة الله أو على نعمة الله المتنوع. جماعة التنوع بيثري الصورة. عارفين البلاتو اللي احنا قاعدين فيه ده؟ معلش ممكن تجيبوا لنا كده ايه اللقطة الكبيرة ديت؟ أيوة، مش مشكلة، مش لازم صورتي تطلع. شايفين إخواتي البلاتو ده جميل إزاي؟ ليه جميل؟ لأنه متنوع. عارفين لو المهندس مينا عمل لنا الديكور ده بطريقة اللي هو ايه، خد يا جماعة كده لوح وقعدوا كده قدام اللوح ده، معلش خليك مثبت على الصورة دي، طيب خلاص جبتوني كده ماشي اوكي مفيش مشكلة تمام. لو هو جاب اللوح كده وقال يا جماعة اقعدوا قدام اللوح ده كده وخلاص، حتى ورايا شايفين ورايا في تنوع. لو الصورة كده ايه لونها كده واحد وحاجة كده يعني مسطحة، هتقولوا ماشي بس يعني مش حلو قوي. لكن لما مهندس ديكور جه عمل ابعاد للديكور ده، جه عمل الوان مختلفه للديكور ده، جه حط حاجات متنوعه، هنا طابلو، هنا نور ابليك، هنا خشب، هنا مش يعني حط هنا اباجوره، حط حاجات متنوعه، عمل ثراء. اخواتي الاحباء احنا لازم نقبل بعضنا البعض. اخواتي الاحباء ما فيش في جسد المسيح خدمه تافهه وخدمة قليلة وخدمة كبيرة. طبعا احنا عارفين كل الخدمة الكبيرة ايه هي، ايه الخدمات الكبيرة عندنا، ايه هي الخدمات الكبيرة؟ الخدمة اللي هي مش ظاهرة طبعا، لا. الخدمة الكبيرة هي ايه؟ الخدمة اللي هي محدش اخد باله منها طبعا، لا. بالنسبة لنا للأسف الشديد الخدمة الكبيرة ايه العظيمة؟ نطلع فوق المنبر، نوعظ، نرنم، نعمل ميديا زي ما انا بعمل كده، مش عارف. في واحد يقول لي طب ما انت هو بتعمل ميديا هو ما تعملش. اقول الصدق في المسيح ولا اكذب، وافكر كثيرا في عدم الطلوع امام الكاميرا. لا اريد ان افعل هذا اخواتي الاحباء، اريد ان يكون غيري. تقول لي طب ما تدفع بغيرك. للاسف ده تعليم اللي طالع من كنيسه الفيكتوريا، لازم الراعي هو اللي يقدمه، هو دي السر بس اللي مخليني اطلع في البرنامج حتى الان. فالخدمه الكبيره هي المهمة، مفيش خدمة كبيرة وخدمة تافهة في ملكوت الله، ده في تنوع جميل يا جماعة، في تنوع يثري الخدمة، تنوع. اوعى تستهين بخدمتك القليلة، اوعى تستهين بخدمتك القليلة. لو بتتشفعي من اجل كنيستك اعظم خدمة. لو عندك خدمة العطاء والسخاء رائع جدا. طب لو عندك خدمة الاعوان انك تعين الاخرين رائع.
طب لو بتخدم الكلمة وتعلم، جميل. طب طبعا عندنا أنواع كثيرة من الخدمة، بترنم وبتعزف وعندك قيادة، وعندك في بقى أنواع كثيرة، ليست قائمة حطها بولس في روميا 12 وكورنثوس 12، حاجات رائعة جدا. التنوع، بيقول هنا على نعمة الله المتنوع. طيب أنا عندي طبعا كلام كتير، بس عايز أرنم مع أخونا ديفيد ترنيمة. هرجع هتكلم عن موضوع مهم قوي، كيف مما أتكون أنا، شيبينج بتاعي، التشكيل بتاعي شكله إيه، وبعدين نرنم تاني مع أخونا ديفيد ونرجع نكمل حوارنا ده ونختم الحلقة مع بعض. فضل أخونا ديفيد. نفسي نرنم الكلمة بتقول كده، بنحط حياتنا قدامك يا رب، بنحط حياتنا قدامك ونسلم كل الأيام، جايين لك نشتاق نبقى لك، خارجين من دنيا الأوهام، ياللي في زمن الحب فادتنا، مريت بحياتنا وحبتنا، ياللي في زمن الحب لقيتنا، مريت بحياتنا وحبتنا، وقبلتنا نبقى من شعبك، وبدمك انت غطيتنا، وبدمك انت غطيتنا، مش ممكن نبقى لنفسينا ونعيش ايامنا وليالينا، نشتاق لسراب زاء الباطل واماني هي مش لينا، ده حياتنا ليها عندك خطة محفوظة من بدء الكون، ده حياتنا ليها عندك خطة محفوظة من بدء الكون، عايزين نحياها عشان مجدك، زي ما تحب احنا نكون، زي ما تحب احنا نكون، جهزنا جيش يشهد عنا، تبقى انت ملكنا وفرحتنا، والكنز اللي مالي قلوبنا وحياتنا وكل دنيتنا، اكسرنا ونورنا بنورك، عيش فينا ودينا حياتك، اكسرنا ونورنا بنورك، عيش فينا ودينا حياتك، اخفينا وانت ظهر فينا، واحفظنا بس لمرضاتك، احفظنا بس لمرضاتك، اكسرنا ونورنا بنورك. نعم، لن تستطيع المصابيح ان تنير طول ما هي محفوظة جوه شيء يخفيها، لكن لو الجرار كسرت كما أمر الرب جدعون والتلتميت واحد اللي كانوا معاه، اكسروا الجرار اللي هي القلة يعني، واشعلوا المصابيح، نستطيع أن ننتصر، نستطيع أن ننير بنور الكلمة ونور المسيح. عندي حاجتين، عندي ثلاث حاجات. طيب عندي ايه بقى؟ عندنا طلبات صلاة، عندنا طلبات صلاة من أجل الحياة الروحية، ومبشوي طلبة أولادها يعرفوا الرب ويسكن الرب فيهم ويكون هو الأول والآخر في حياتهم، أمين. ومكرولوس طلبة أن أولادها وأحفادها يكونوا ملك المسيح، طلبات رائعة. بنت الرب طلبة شفاء لبيتها روحيا وجسديا. كمان طلبت صلاة من أجل شخص أن يرد المسلوب، الرب يعمل في قلبه وفكره وحياته ويسيطر عليه بالروح القدس. كمان شخص طالب أنه عايز يسمع صوت الرب، صوت الرب جنبك، بالمناسبة صوت الرب مميز جدا، لو أنت ابنه هتعرف تميز صوته. طلبات شفاء من أجل أم ماهر وانتصار وأم عادل، وبقينا خمس دقايق حاضر. وطلبات صلاة من أجل ألفات وأخت إيفون، وشفاء لجميل وإبراهيم وصباح وناجي وأمال وتريزا، وعدد كبيرة من الناس يا جماعة، أسماء كثيرة جدا. طلبت صلاة من أجل مكان في 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 بلد من البلاد في مشاكل طائفية، الرب يكون بيحط إيده في اسم الرب يسوع، تحرير وشفاء لأولاد للرب كمان. تعالوا نصلي كده لحظة واحدة، نقول رب تعالى إلمس ولادك اللي طالبين شفاء،
المس يا رب البيوت المكسورة، المس القلوب المقيدة يا رب. بصلي من قلبي انك تأتي باستجابات حقيقية لكل طلبة صلاة في هذه الفقرة وفي هذه الحلقة. تعالى انت النهاردة حط ايدك على الأجساد المريضة وعلى البيوت المتألمة وعلى القلوب يا رب المقيدة، على كل شخص طلب ان ولاده او احفاده يعرفوك في اسم الرب يسوع المسيح. انا اصلي ولك كل المجد، امين. طيب انا عندي حاجتين مش عارف ازاي هنخلصهم، مش لازم نخلصهم، مش لازم، ممكن نخلص في الحلقه الجايه عشان عايزين نختم بتريمة مع اخونا ديفيد. انا هنبدا الحلقه المره الجايه بحاجه اسمها شيب، شيب شيب يعني شكل، شيبينج يعني تشكيل. بس قبل ما اقول الحاجه دي في الحلقه الجايه، عايز اقول ان بطرس الرسول شجع مستمع الرساله بالتدريج يعملوا ثلاث حاجات. اول شيء ان هم يعبدوا الرب. فبطرس الاولى 2، معلش احب الايه دي تطلع معانا، بطرس الاولى 2 اصحاح عدد 5 بيقول هنا: كونوا انتم ايضا مبنيين كحجاره حيه بيتا روحيا كهنوتا مقدسا. ليه؟ لتقديم ذبائح روحيه. باول شيء انا المفروض اعمله ان انا اعبد الرب. انا لو قبلت المسيح بعبده، ده اهم شيء عندي، مش ان انا اخدم. خلي بالك الترتيب رائع جدا بابداع. يبقى اول شيء اعبد الرب، حياتي ملك الرب، بحب الرب من كل قلبي. 2 اكرز باسم الرب. طب فين موجود الكلام ده؟ بطرس الاولى 2 عدد 10 بيقول، اعتذر عدد 9 بيقول كده: لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. إيه معنى الإخبار؟ معناه أنه أكرز بكلمة الله. يبقى أمر الثاني اللي بيجي في التسلسل الطبيعي: أعبد الله، أنا مؤمن، أعبد الله، أكرز. رقم 3 بقى: أخدم. عدد 10 من صح 4: ليكن كل واحد بحسب ما أخذ إيه؟ موهبة. طبعا إحنا بنعمل إيه؟ أوقات بنخلط الترتيب، عايزين نخدم. لا، الرب عايزك أنت قبل ما تخدم. هنأتي للحوار ده في الحلقة الجاية. تابعونا كل يوم خميس الساعة 8 بتوقيت القاهرة. تعالوا نختم مع بعض هذه الحلقة بترنيمة مع أخونا ديفيد نفرح فيها بالرب. تفضل يا أخونا ديفيد. أفسر أن ندفع إليك كل سلطان، أمين، بقوة الروح القدس، أمين، يعلن مجد المسيح. دفع إليك كل سلطان في السماء وعلى الأرض لتفعل ما تشاء. دفع إليك كل سلطان في السماء وعلى الأرض لتفعل ما تشاء. وهذه الآيات تتبع المؤمنين، وباسمك العظيم يخرجون الشياطين. بقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح، بقوات الروح القدس يعلن مجد المسيح. وبألسنة جديدة لك يسبح، ولا الحياة تؤذيهم ولا يضرون من السموم ولا من قوات الشياطين. والأيدي يضعون على المرضى فيمرؤون. بقوات الروح القدس يعلن مجد المسيح، بقوات الروح القدس يعلن مجد المسيح. وللكنيسة دفع الرب كل سلطان أن تطأ بأقدامها قوى الشيطان. فقد قال يسوع: سأرسل لكم من العلاء موعد الأب لكم. وبقوات الروح القدس يقدم الإنجيل، وبقوات الروح القدس يقدم الإنجيل. فالأب يعلن عظمة قدراتي الفائقة من نحوي من آمنوا بابنه حسب العمل الذي أقام به المسيح من الأموات بجبروته. وأجلسوا في عرشه في يمين العزات، وأجلسوا في عرشه ليمين العزات. فوق كل رياسات وسلطان وقوات.